سكية أخرى إلى بغداد، لكنها جاءت ببعد اقتصادي. فوفقا لآخر التصريحات الأمريكية، فإن واشنطن تفكر في إعادة النظر بالمساعدات المالية للعراق إذا قررت بغداد إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها. التصريحات الأمريكية التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية أشارت إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع ناقشتا تخفيض قيمة المساعدات العسكرية بنحو 250 مليون دولار وإعادة النظر في المساعدات العسكرية والاقتصادية الأخرى. وكشفت التصريحات على أن مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقدم بطلب لمكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض عما إذا كان بإمكانه إلغاء الطلب البالغ نحو 100 مليون دولار للسنة المالية 2021 بسبب الأوضاع الحالية في العراق. وأكد بيان لوزارة الخارجية أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار مسؤولي الإدارة أمروا بمراجعة الأموال التي قد يتم الاحتفاظ بها أو إعادة تخصيصها في حال طلب العراق خروج القوات الأمريكية. وقالت الخارجية أننا نراجع باستمرار مساعداتنا للدول لضمان توافقها مع أهداف سياستنا والاستفادة المثلى من أموال دافعي الضرائب. وبلغت قيمة المساعدات الأمريكية للعراق على المستوى العسكري والاقتصادي نحو 3.7 مليار دولار، منها 250 مليون دولار لدعم المشتريات العراقية من معدات الدفاع الأمريكية والمساعدة في تمويل عمليات وجهود التدريب وبناء المؤسسات الدفاعية. كما سيواجه العراق احتمالية فرض عقوبات أمريكية جديدة إذا اشترى منظومة الدفاع الروسية بعد حديث الأعضاء في البرلمان عن ذلك. مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود أكد أن بلاده قد تفرض عقوبات على العراق في حال اقتنائه منظومة S-400 الدفاعية الروسية. وبحسب وسائل إعلام أمريكية نقلا عن هود، أنه من المرجح أن تؤدي عملية الشراء إلى فرض عقوبات جديدة، لذلك ننصح شركاؤنا بعدم القيام بمثل هذه المشتريات. وفي وقت سابق أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي إن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء منظومة الدفاع الروسية، إذ يحاول العراق شراء المنظومة منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية ما زالت تعيق المفاوضات.